أهلا بكم مشاهدينا إلى عدد الليلة من خارج الصندوق. على بعد كيلومترات من غزة المحاصرة والمبادة، اجتمع الرئيس تبون مع الرئيس المصري السيسي. ماذا كان محور النقاش؟ وما هي حصة غزة من حوار الرجلين؟ وتفاصيل أخرى فيما قاله كل من تبون والسيسي. أهلا بكم. إذن حلقة اليوم سنحاول أن نفهم فيها دوافع زيارة الرئيس تبون إلى مصر واستقباله من طرف السيسي، محاور النقاش، الندوة الصحفية المشتركة والتصريح الإعلامي المشترك لرئيسي الجزائر ومصر في هذا الظرف الحساس وعلى بعد مسافة قريبة من غزة المحاصرة. بحسب الإعلام في الجزائر، وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ودفع العملية السياسية في ليبيا، قمة تبون السيسي توافق تام، مع الإشارة إلى أن السيسي يخص تبون باستقبال متميز في قصر الاتحادية. هل فعلا كان في حديث عن وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات ووقف العدوان في غزة محور النقاش أم لا؟ سنرى بحسب التصريحات، لكن هذا ما يقوله الإعلام وما تقوله الخبر. أيضا العنوان اللي بعده بالنسبة للشروق تتحدث عن علاقات ثورية عمرها 70 سنة. أجرى محادثات مع نظيره السيسي توسعت إلى الوفدين، الرئيس تبون من القاهرة. رغبة قوية لدى قيادة البلدين في الانطلاق نحو استثمارات جديدة. مصر الأولى عربيا في الواردات الجزائرية ب1 مليار، والضوء الأخضر للتعامل مع المصريين في الهندسة المعمارية وبناء المدن. لكن الشروق تركز في العنوان الأساسي بأنه علاقات ثورية. علاقات ثورية يا ناس، علاقات ثورية عمرها 70 سنة. سنرى فيما بعد في التصريحات. أعطيني أيضا بقية ما قاله الإعلام. بالنسبة لجريدة البلاد فقد اكتفت بالعنوان الرسمي وهو رئيس الجمهورية يحل بمصر في زيارة عمل وأخوة، وهذا هو التوصيف الرسمي لها. أيضا وكالة الأنباء أعتقد تتحدث على أن رئيس الجمهورية يحل بمصر في زيارة عمل وأخوة. حل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالقاهرة في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. إذن الزيارة هي زيارة عمل وأخوة وليست زيارة دولة. سنناقش هذا التفصيل فيما بعد. بالنسبة للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فهي تقول رئيس الجمهورية يحل بمسقط في زيارة دولة إلى سلطنة عمان. هذا الخبر الخاص بالزيارة الثانية، وانتبهوا للعنوان، هي في زيارة دولة. أما بخصوص مصر فالإعلان الرسمي كان رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجه إلى جمهورية مصر العربية، وزيارة الدولة تخص مسقط ولا تخص مصر. طبعا الإعلام غطى بشكل، في ناس اللي قالوا توافق تام. سنرى فيما اتفق أو توافق تبون والسيسي، علاقات ثورية بحسب الشروق. الإعلان الرسمي هو أن الزيارة إلى مصر هي زيارة عمل وأخوة، أما الزيارة إلى مسقط التي سنناقشها غدا إن شاء الله فهي زيارة دولة. هناك فرق بين مفهوم زيارة الدولة اللي هي أعلى مستوى ويكون فيها اتفاقيات وعلاقات يعني وأمور بروتوكولية وترتيبات سابقة، لكن توصيف الزيارة إلى مصر هو زيارة عمل وأخوة. هل هي توقف تقني للطائرة تم تحويل بعد ذلك إلى لقاء كبير، أم هي في مستوى أقل من زيارة الدولة حتى لا تكون المخرجات ملزمة، أو ربما لم يتم التحضير بالشكل الكافي بالوقت الكافي للزيارة لأنه لم يكن في إعلان سابق عليها، وبالتالي فهي زيارة خفيفة. لكن كان في إعلان رسمي صحفي مشترك بين الرئيس المصري والرئيس الجزائري. سنحاول على وقع ما قالته الشروق أن العلاقات ثورية، وهي نقلت هذا عن الرئيس تبون. لكن نبدأ
الرئيس المصري وتعليقه على العلاقات اللي بين الجزائر ومصر. وتذكروا بأن الرجلان كانا على مقربة من الحدود المصرية الفلسطينية طبعا، موجودين في القاهرة، والقضية الأساسية والرسمية والعربية الآن المفروض هي الاحتلال والإبادة التي تحدث، يعني كل الجرائم التي تحدث في غزة، هل هي محور النقاش أم لا؟ نبدأ ونسمع ونشوف. واسمح لي فخامة الرئيس أن احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى 70 للثورة الجزائرية، أيضا أنا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في لمصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكتر من 1,000,000 شهيد. فكل سنة والجزائر بخير ونتمنى لكم كل التوفيق. إذن حتما اليوم نسمع السيسي وتبون الله يكون معي ومعكم، يعني الرئيس السيسي يتحدث عن العلاقات التاريخية بين الجزائر ومصر، والعلاقة لها امتداد في ما له علاقة بالثورة الجزائرية، ونحن على مقربة من الاحتفال بذكرى الثورة 1 نوفمبر. طبعا وخلال النقاش كان قد هنأه بسبعينية الاحتفال بالثورة. وأيضا يقول السيسي بأنه يعني العلاقات علاقات تمتد إلى ماضي كان فيه الجزائر ثورية وتبحث عن استقلالها، وكانت مصر الكنانة واحدة من الدول التي سندت بشكل كبير الجزائر. طبعا هنا السيسي قال التبون قال له دفعنا 1,000,000 شهيد، يعني مش عارف السيسي ما يعرفش باللي عندنا 1,500,000 على الأقل في الثورة، أو لم يسمع بأن الرئيس تبون كان يتكلم على عدد الشهداء خلال الثورة التحريرية وخلال فترة الاستعمار بلغ أكثر من 5,800,000 كما قال الرئيس تبون وكما تقول وثائق، وفيها من يوصل إلى 11,000,000. فلماذا عجز السيسي عن قول على الأقل ما قيل في مصر في حضور الرئيس بن بلة مع الاستقلال أمام جمال عبد الناصر حين أعلن أنه ثورة 1,500,000؟ السيسي مش سهل في الكلام، لكن خلي نشوفوا تبون وش قال حول العلاقة بين الجزائر ومصر، وهل يعني حتى هو تكلم على الجزء الثوري بين البلدين أم لا. شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا شكر باسمي وباسم الوفد مرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة. وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر مساندة وجدناها آنذاك في الشقيقة مصر، أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو أخرى. يعني تخيلوا مشهدين، تخيلوا مشهد أنه في واحد فلسطيني من غزة ينظر إلى هذا الحوار اللي بين قائدي البلدين الجزائر ومصر ويسمع في البداية، وأيضا تخيلوا من الجهة المقابلة واحد أو قائد أو عسكري أو سياسي من الاحتلال يسمعوا اللقاء هذا ماذا سيرشح عنه، وتسمع أنه بداية الحديث الرئيس السيسي يتحدث عن العلاقات والثورة والشهداء والتضحيات، والرئيس تبون أيضا يتحدث عن العلاقات الممتدة إلى فترة مقاومة الجزائر للاحتلال وصولا إلى الاستقلال. فسيتوقع
الطرفان سواء اللي يكون في غزة أو واحد من الاحتلال بأن الجماعة معولين. يعني أنت على مقربة، الحدث هو أكثر من سنة على ما حرب تقوم بها أو يقوم بها الاحتلال على قطاع محاصر، عدد الضحايا الأبرياء، وأنت تبدأ الحوار تاعك بالحديث عن أمور تاريخية والثورة وهذه الجزيرة ومصر، فأنت تتوقع أن يكون أن تكون مخرجات هذا اللقاء مخرجات قوية تخيف المحتل الإسرائيلي وتسعد ربما الصابر الفلسطيني، ذلك الطفل أو تلك المرأة أو ذلك الشيخ أو ذلك الإنسان اللي يشوف في اعتداء لمدة سنة. هكذا بدأ النقاش أو هكذا بدأ الحوار. هل ستكون القضايا مرتبة بشكل يظهر أهميتها؟ الله أعلم. لكن السيسي كان حريصا على القول بأن الحوار الثنائي الذي تم أفضى إلى ما سماه السيسي وما صدق عليه تبون بالتوافق التام في الرؤى بين البلدين. الحقيقة أيضا خلال مباحثتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان ثم الأوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة، استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو محاولة إسكاء الفتن. إذن السيسي يقول بأنه في توافق بينه وبين الرئيس تبون في الحديث عن القضايا الكبيرة، سواء القضية الفلسطينية أو القضية اللبنانية وقضايا الدول الجوار. سؤال يطرح، ما هو التوافق الذي يمكن أن يكون بين السيسي وتبون في هذه القضايا؟ هل مواقف السيسي هي التي يعني مالت باتجاه المواقف الجزائرية المعلنة، أم المواقف الجزائرية المعلنة هي التي بدأت تميل إلى مواقف السيسي؟ نعرف موقف السيسي من ليبيا ومن السودان وغلقه وعدم يعني مبادرته لفتح معبر رفح، والاتهامات حتى جاءته من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال بأن الرئيس السيسي هو الذي لم يريد فتح الحدود. فهل الرئيس تبون ضغط على السيسي في هذا اللقاء، وهذا كان جدول من أو نقطة من نقاط جدول الأعمال في الزيارة، بحيث أنه السيسي يستقبل الرئيس الجزائري وبالتالي في ضغط للجزائر المساندة دائما للقضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية؟ لسنا ندري، ربما سنكتشف بعض الأمور من خلال الحلقة وتصريحاتهم، لكن على الأقل في البداية بعد هذا المقدمة اللي عملوها هما في زوج، فالموضوع الأساسي الذي سيتكلم فيه الرجلان، وكان تكلم السيسي بشكل مرتب ثم بعد ذلك تكلم تبون بشكل مرتب، فبعد المقدمتين كل واحد فيهم بدأ بموضوع اللي من المفروض سيكون موضوع المهم في حضن ذكريات الثورة وفي على رائحة أول نوفمبر وعلى مقربة من قطاع محاصر. كان هذا هو الموضوع الأساسي الأول الذي بدأ الرجلان بالتصريح به. أقول أن اليوم الاستثمار على الأشقاء في مصريين في الجزائر استقر وصبح عادي، يعني مقبول من طرفين، ما فيش أمور خارجة على هم في بلدهم، مرحبا بهم ومرحبا بكل من شقيقي حب يستثمر في بلده الثاني الجزائر. إذن بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية، نتمنى فقط أن في بداية 2025 السنة المقبلة إن شاء الله تجتمع اللجنة العليا وتدرس إمكانيات انطلاق كذلك في خماسي جديد تاع علاقات واستثمار وتبادل كل مستوى. نعم نعم نعم، الرئيس الجزائري، رئيس الجزائر، جزائر
الاستقلال، الجزائر التي تعيش ذكريات ورائحة أول نوفمبر، دولة الجزائر، الرئيس لهذه الدولة العظيمة ينتقل إلى دولة مصر، مصر أم الدنيا، ويلتقي برئيسها السيسي، على ماذا يتحدثان كموضوع أساسي؟ الدولارات، على مقربة من شعب محاصر، الدولارات، الاستثمار أهم شيء بدأ به الرجلان. ونسمع السيسي في هذه النقطة ماذا يقول. اسمحوا لي أن أنا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على أفاق أرحب من المستوى اللي موجودين إحنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي أيضا أقول لكم أن اللجنة المشتركة التاسعة إن شاء الله تنعقد في القاهرة قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات أكثر للتعاون بين البلدين، لأن حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ أول زيارة الحقيقة ومنذ أول لقاء مع فخامة الرئيس كان واضح وقوي. إحنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيرة، وسواء كان في الاستثمار أو في المشروعات المشتركة اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامة الرئيس ومع أعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي أقول لكم إن الشركات المصرية الحقيقة يعني، وأنا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعاملة الكريمة اللي بتتلقاها الشركات المصرية العاملة بالاستثمار في الجزائر أو بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول إن إحنا لدينا في مصر أكثر من 5000 شركة تستطيع أن تعمل في كافة المجالات، في أي موضوعات أو أي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على أنفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات إسكان، أي مشروعات إحنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على أنه هو يعني لو يتبادل الخبرة مع أشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الأمر يعني هو طبعا مرحب به، لكن أنا بسجله دلوقتي قدامكم أثناء المؤتمر يعني. نعم، في هذا المؤتمر الصحفي يستفيض السيسي في الحديث عن العلاقات الاقتصادية ويذكر عدد الشركات التي لها القدرة على الاستثمار في الجزائر، وبأن العلاقات الجزائرية المصرية علاقات طيبة وقوية باتجاه الاستثمار والأمور الاقتصادية. بالله عليكم، ما الداعي في البداية أنه السيسي يذكر الجزائر والثورة وتبون يذكر الجزائر والثورة، ثم أول موضوع كان في جدول أعمالهم وكان مرتب على أنه يكون أول نقطة يصرح بها رئيس الدولتين، وهذه الأمور مش عبثية، يتتم بشكل مرتب، فأمور عندها علاقة بالأمور الاقتصادية فقط، يعني بدأوا بالأمور الاقتصادية المهمة. السيسي معروف، السيسي حصالة يعني شحيحة، اللي يدير معها علاقة لازم ياخد فلوس، علاقاته مع الخليج والأرقام من ملايير الدولارات التي تملأ الصحف العربية والعالمية. أيضا بالنسبة له الجزائر جاية، الجزائر ربما عندها فلوس، ربما عندها دولارات. فاهتمام السيسي من خلال المشهد في التصريحات الإعلامية وبداية الموضوع هذا هو اهتمامه نقود عن استثمارات، أمور قضية ما قضية، جوهرية ما جوهرية، يعني خلينا في التاريخ لا نذكر الحاضر يعني. لكن ربما أنه نظيره الرئيس تبون ربما لما بدأ يتكلم وأنا تصريحات جاية بشكل مرتب، ربما لم يستفض كالسيسي بخصوص الأمور الاقتصادية، لكن للأسف هو أيضا استفاض في الأمور الاقتصادية. فيما يخص الاستثمار الحالي الشقيقة مصر في ميدان الطاقة فهو ماشي، على كل حال نزيدوا ندعموه بالنسبة للتنقيب، بالنسبة للتنقيب سواء على الغاز في المناطق الجنوبية ولا حتى في المناطق أوفشور
بحرية. بالنسبة للشركات المصرية اللي معروفة بقدرتها على الإنجاز، كان فيه شركات مصرية شاركوا معنا في بناء عمارات ومشاريع أخرى، مقاولون العرب بالأخص. الجزائر مفتوحة على كل حال، مرحبا مرحبا بالشركات. أنا أعطيت الإشارة الخضراء للسيد وزير الإسكان أنه يتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات، حتى في الهندسة المعمارية، حتى في كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية والبناء وبناء المدن الجديدة بالأخص. ومصر عندها تجربة تتحدث على نفسها بنفسها في هذا الميدان هذا، إذن نستفاد من تجارب بعضنا بعض. أنا نظن كون جاء عندهم شوية وقت زيادة في الندوة الصحفية هذه كان تبون بدأ يحكي على الحديد والبريك والياجور والأمورات هذيك، والسيسي أيضا يحكي له على البلاط وعلى وش بنين احنا في العالمين. أليست يعني أمور مثيرة للاستغراب؟ دولة الجزائر ودولة مصر بعد سنة من الحرب على قطاع غزة، وبعد ما يحدث في لبنان، وبعد الاستشرافات التي تقول بأن المنطقة إذا لم تتحرك فيها القوى العربية دبلوماسيا وبقواتها كشكل رادع، فالمنطقة ممكن أنها تمشي في 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 60 داهية، وجيو رئيس جزائري ورئيس مصري يحكوا، واحد يقول له أنتم بنيتوا لنا عمارات وكذا، يعني شوية نزيدوا نولوا في قضية احنا كان عندنا الديانسي بنينا في رويبة وانتم جبتوا لنا المصار وبنينا مش عارف الدويرة. والسيسي هذا وش يحب؟ أليس غريبا أن تكون زوج دول يعني من 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 أكبر الدول العربية مصر والجزائر يتلاقوا في هذا الوضع الحرج ويتكلموا على أمور تقنية؟ يعني كان من المفروض أن لا تكون هي موضوعهم الأول، اثنين إذا تم الإشارة إليها فأن لا يتم الاستفاضة فيها بهذا التفاصيل. الله أعلم ما الذي أصاب الرجلان، من الذي يميل إلى طروحات الآخر، الحكم لكم. لكن ربما إحنا ننتقي والتصريحات ونحب كو تعرفوا هذوما كما قال ستبون هذوك اللي يهدروا منه من، خلونا نسمعوا هو نفسه في هذا التصريح الإعلامي وش قال لنا على السبب الأساسي للزيارة لزيارة الرئيس الجزائري إلى الرئيس المصري في هذا الظرف بالذات. نسمعوها من عند الرئيس. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط اللي تهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين شقيقة مصر. وش يقول الرئيس تبون؟ أنا جيت لمصر في زيارة أخوية وودية للتشاور والتنسيق، باش يكون في علمنا أن التصريح واسم الزيارة بأنها زيارة أخوية وودية مش معناتها أنك أنت يعني كي تقول باللي أنت ماشي للرئيس المصري لأنه أخوك عربي أو لا، هذا كلام دبلوماسيا. لما تقول أنت أنا رايح في الزيارة أخوية فأنت تمد رسالة لمن يريد أن يعرف، وربما يحاول يشوف هل الجزائر ستضع بثقلها الدبلوماسي وثقلها الجيوستراتيجي في يد مصر لإحداث تغيير في المنطقة وإيقاف على الأقل الظلم والمجازر اللي على الفلسطينيين. لا، أنت لما تقول زيارة أخوية وتشاور وتنسيق وكذا فأنت تحطها في خانة بأنه هذه يعني ليست بمستوى الذي ينتظر منه قرارات، وبالتالي كلام يعني لقاء ودي فقط، ما تشاميكال ما هوش اوفيسيال. لكن رغم هذا التوصيف
كان عيب أنه يبدأوا بالقضية الاقتصادية وبقضية البناء والشركات وأرقام الشركات. يعني في هذا المجال الرئيس تبون مشى سار على نهج الرئيس السيسي. الرئيس السيسي ما يهمه شيء دولار، فهو مشى معه بهذا المنطق. أين هي القضية الجوهرية؟ الله أعلم. لكن معلش، حتى لا نظلم الرجلين، لا نظلم الرجلين، فتكلموا على فلسطين. نعم تكلم على فلسطين بعد ما كملوا أمور الاقتصادية، مشاولوا للقضية الفلسطينية. وكانت في مبادرة كبيرة جدا أدلى بها الرئيس السيسي، بأنه اتفق مع الرئيس تبون على هذه المبادرة. نسمع مضمونها. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى، بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. إذا السيسي في وجود الرئيس تبون لم يغير من مصطلحاته باتجاه ما يحدث في قطاع غزة، وهو حريص على وصف ما يحدث في قطاع غزة من ما تصفه الدول الأجنبية، منظمات حقوقية، دول أوروبية، بأنه حرب واستهداف للمدنيين. لكن السيسي حريص بأنه لا يتحدث على الاحتلال، وإنما يتحدث على اقتتال، وكأن فيه توازن بين الرعب في بين الطرفين، لذلك هو يتحدث عن اقتتال في وجود الرئيس تبون. والمبادرة هي وقف إطلاق النار كما قال هو لمدة 2 يومين، يعني نهار على جال مصر ونهار على جال الجزائر، يعني أكثر من سنة حرب. يمشي الرئيس الجزائري يلتقي الرئيس المصري، يعملوا لقاء صحفي، ثم بعد ذلك يقول لك في مبادرة لوقف إطلاق النار 2 يومين. يعني لما قلت لكم في البداية تصوروا مشهد شيخ فلسطيني كان ينتظر مخرجات القمة بين زعيمي الجزائر ومصر وواحد من الاحتلال، فلكم أن تتخيلوا لما يسمع المبادرة هذه، يعني مسكين هذاك الشيخ سيغلق التلفاز والآخر يحط رجليه في مبارد ويرتاح. لكن هذا كلام السيسي، ربما كلام الرئيس تبون كان قويا باتجاه القضية، فلنسمع. مع أشقائنا في مصر نحاول كيفاش ننقذ الموقف مع المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح لإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة في انتظار حل نهائي. إلى والحل النهائي ما يكون إلا بالطبع يعني بتسيير فلسطينيين لأراضيهم بإشراف ربما دول صديقة وشقيقة مثل مصر وإلا، ولكن إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد شيء رصائل اليوم. احنا شخصيا احنا كدولة جزائرية واعتقد ان نفس الشيء اللي تشوفه مصر كذلك، ان فلسطين يسيروها الفلسطينيين بمساعدة اخيهم الكبير مصر، مساعدة الجزائر كذلك عن قريب ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله نحاولوا باش ندخلوا المساعدات اللي يحتاجوها فلسطينيين في القطاع في هذه المبادرة تاع يومين. والله يا عيب، يعني لهذه الدرجة، يعني على مقربة الزيارة، على رائحة أول نوفمبر، يعني على الاحتفالات الكبيرة التي يتم التحضير لها،
ثم يتفق الزعيمان على مبادرة يقنعون بها الاحتلال بأنه يدير وقف إطلاق النار كما قال السيسي ليومين باش يدخلوا المساعدات. هذا هو موقف الجزائر. هذه فلسطين عليا اللي كان يقول تبون في القمة العربية في الجزائر. من الذين في البداية طرحت سؤال من خلال المخرجات، من الذي يميل باتجاه مواقف الآخر؟ هل الآن مصر ومصر السيسي بمواقفها التي يعيب الكثير عليها تخاذلها وعدم قيامها بالواجب اتجاه شعب عربي محاصر يتعرض لاحتلال ويتعرض لإبادة لمدة سنة؟ منظمات عالمية تتكلم على هذا الشيء. في ناس لا هم عرب ولا هم مسلمين ولا هم فلسطينيين يطالبون بوقف الإبادة التي تحدث. في عبارة أقوى مما قاله الرجلان، لولا حقوق النشر والبث كنا بثيناه. في خطابات لنواب البرلمان الأوروبي، برلمان الاتحاد الأوروبي، يتكلموا على القصف الذي يقوم به الاحتلال للمستشفيات وللمدارس، ضحايا من الأبرياء من أطفال ونساء، والجوع والأمراض واستهداف الصحفيين واستهداف المدنيين بالصور. هذو نواب فقط في الاتحاد الأوروبي. ثم يجوا رئيسي دولتين الجزائر ومصر يتكلموا على يومين، ويومين ياريت 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 السيسي وتبون يفرضوا يومين، لا قالك مبادرة. قولوا لهم يعني بجاه ربي كنت حبسوا يومين. ثم تبون نحاول ويجرؤ على أن يتكلم على اليوم الذي يلي نهاية الحرب والحديث على أن فلسطين يسيرها الفلسطينيون وما إلى ذلك. أوقفوا الحرب وبعد ذلك الفلسطينيين هم سيسيرون شأنهم بعد الحرب، لكن مهمتكم الآن هي إيقاف الحرب، إيقاف الإبادة. لكن سجل يا تاريخ، اجتمع الرئيس الجزائري مع الرئيس المصري وبادر بوقف إطلاق النار ليومين. مش عارف هل الرئيس تبون ماشي في خيارات السيسي، الله أعلم، لكن للأمانة هو تكلم باستفاضة في قضية غزة. نسمع بعض المقاطع اللي تكلم فيها تبون على غزة ونسأل وربي يستر. بالنسبة نبدأ بغزة ربما، لأن مصر الشقيقة هي أقرب جغرافيا إلى غزة وتعاني ربما أكثر من باقي الأمم العربية في لما يجري في غزة. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة اليومية المستمرة في غزة، نتألم على المجاعة خلقها المستعمر الإسرائيلي في غزة، ندرة في المياه، ندرة في الأدوية، المستشفيات مغلوقة، ندرة في الأكل، يعني إبادة بكاملة الأركان. نتألم لما يحدث. يعني هل ينتظر الفلسطينيون من الرئيس الجزائري أن يتألم؟ يعني مدة سنة وأنت تتألم لم يحرك فيك الألم شيء؟ لكن للأمانة نسجل لك بين قوسين أنك سجلت هدفا على السيسي. السيسي يتكلم على الاقتتال والرئيس الجزائري على الأقل حفظ جزءا من مواقف الجزائر بالتأكيد على أنه في احتلال وفي إبادة. الحمد لله يا رب، يعني لحد الآن نقص هبط بزاف الريتم وهبط الكلام الرئيس تبون، على الأقل ما راحش سمح. الحمد لله، يعني الحمد لله التنازل وصل إلى مرحلة الأقل حافظ على جزء. لكن هل ينتظر الفلسطينيون من واللبنانيون من الرئيسين المشاعر التألم؟ ينتظر منهم الحلول؟ ينتظر، لأنك أنت لا تمثل نفسك، أنت كشخص لك الحق أن تتألم، لك الحق أن تصلي وتدعي لهم ركعتين،
لكن كرئيس دولة أنت ما راكش رايح عبد المجيد تبون ابن المنطقة الفلانية، أنت رايح عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري على مقربة 3 أيام من أول نوفمبر، ويرحب بك السيسي على أنك بلد المليون شهيد، ثم تتألم. لازم تعطينا حل يا سيدي الرئيس. الرئيس أعطانا حل. أحيي بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني أخي على صموده وتحمله ما لا يتحمله إلا القليل من البشر للبقاء في أراضيه، ولم يقبل أن يهجر من أراضيه. إن شاء الله الفرج قريب. شدة في الله كما قال الشاب بلال. إيه؟ قال لك إن شاء الله الفرج قريب. الفرج قريب يعني. قال لك تحمل الفلسطينيون ما لم يتحمله إلا القليل. لم يتحمله أحد، ما كاش في البلدان العربية والإسلامية والعالمية، لا يوجد شعب تحمل ما تحمله الفلسطينيون إلى الآن، فما فيش يعني إلا القليل، هذيك انساه. ثم إن شاء الله الفرج. يعني هذه يقولها شيخ معدم عجوز مسكينة هرمة، هذا الكلام مش مقبول حتى من إنسان بصحته، شاب بصحته، امرأة بصحتها، مش من حقها تقول لك أنا ندعي فقط. لا، يعني توصل أنت على مستوى الرؤساء يقول لك إن شاء الله فرج قريب. مش عارف يعني من يشاهدهم على مسافات يعني من غزة والاحتلال، قولوا له شوف تصريحات رئيسي مصر والجزائر. فإذا كان راح يعتدي على 1 كيلومتر يعتدي على 2، فأنت راك تقول إن شاء الله الحل. من الذي يميل إلى تليين المواقف؟ يعني تبون ماشي المواقف السيسي، أم كما قالوا البعض بأن الجزائر ستضع بثقلها للضغط على مصر والضغط على السيسي وإقناع السيسي، لأنه مصر الحدودية على الأقل فتح المعبر، هو ناسي بأن السيسي سامح في المعبر وسامح في محور فيلادلفيا، ناهيك على اتهامات التنسيق وما إلى ذلك. ما الذي حدث للرئيس الجزائري؟ خلاص عهدة ثانية الآن، نبدأ التنازلات حتى في المواقف. هل البارح كنت تقول لنا كلام كبير نذكرك به؟ ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما ندير. عندنا ما نديرهم، وراني تواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء، ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. جزء فلسطين، أنا قلتها فلسطين ما هيش قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا احنا. قضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا احنا. يعني الرئيس تبون في الحملة الانتخابية كان يستنى يفتحوا له الحدود باش يدعي لهم باللي ان شاء الله تفرج. يعني صعيبة شوي الدعاء، ما عندوش حواجز يعني، تحت الارض فوق الارض في السماء في البحر تدعي، دعوني استجيب لكم. يعني رحت انت وقربت للحدود، وراحت حكاية تفتحوا لنا الحدود ونديروا مستشفيات ونجيبوا الأطباء، ها الكلام اللي كانوا يقولوا أنصار الرئيس بومدين الجديد
الزعيم الجديد يصل إلى مصر، تولي أنت يا تطالب بنهار إيقاف الاقتتال كما قال السيسي، لم تستطع حتى ثني السيسي على تغيير العبارة الخاصة بالاقتتال. يعني أنت ما اتفقتش مع السيسي على توصيف ما يحدث في فلسطين، وتعلن في بداية التصريح على أنكم على توافق، مش عارف على وش توافقتوا. أينك أنت العنطريات، ثلاث مستشفيات، أدوية وما إلى ذلك، لو كان يفتحون الحدود ها كنت معلي مسؤول على فتح الحدود، كنت جليسا للرئيس السيسي الذي رفض فتح معبر رفح. لماذا لم يرد في تصريحك بأنك طالبت السيسي بفتح المعبر؟ ولا انتجروا بالقضية في الحملة الانتخابية، ثم يجوك ناس يقول لك إنكم تظلمون تبون. اسألوه فقط، لماذا لم تطالب السيسي اللي عنده المفتاح تاع المعبر ومدوا الجماعة رام دايرين به رايهم ومحور فيلادلفيا، علاش ما قلتلوش نفتحوا الحدود؟ علاش ما قلتلوش المعبر راهو على مسؤوليتك؟ لماذا لم تضغط عليه؟ لماذا لم تسأل السيسي؟ بلاك السيسي يعني راهو عنده ضغوط، هو عنده مبدأ باتجاه القضية وظلموه برك مسكين. أما أنك تنسخ كل ما كنت تقول في الحملة الانتخابية وتوصل إلى الحدود المصرية الجزائر الفلسطينية وتتكلم على الدعاء وإن شاء الله، ثم تطالب بعهدة مش عهدة بهدنة اليوم، وتسكت على توصيف الاقتتال بأنه اقتتال بين طرفين، غريب. لكم أن تحكموا من الذي يميل إلى مواقف الآخر. هل السيسي تشجع بالمواقف المبدئية اللي في العادة تعلن للجزائر بأنها لن تحيد على الدفاع على الدول المحتلة بضرورة أن تنال استقلالها؟ من الذي راه ماشي يتنازل؟ هل السيسي متشجع باب تبون ولا تبون ماشي في داهية السيسي؟ على كل، في خضم الندوة الصحفية كانوا مروا تكلموا على فلسطين بهذا الدعاء وبهذا يعني بكائيات مع الدعوة إلى يومين هدنة، شكون يسمع لهم الله أعلم. عاود الرئيس تبون هو يتكلم، بدأ يتكلم على يعني ختم الكلام على قضية فلسطين ومر إلى قضايا الجوارية مع الدول اللي تعرفوا احنا ومصر، عندنا القضية الليبية بيننا، عندنا القضية السودانية. نسمع ما قال تبون في هذا الموضوع لأنه في مقطع يمكن التوقف عنده. الجزائر تعمل كل ما في وسعها في مجلس الأمن لمحاولة الوصول إلى حل أو بالأقل إلى توقيف الإبادة صريحة لله في الله. فلسطين موقفنا لم يتغير ولن يتغير. الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. بالنسبة للجوار، أنا متفق مع كل ما جاء به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كنا تناقشنا وتكلمنا في المواضيع هذه كلها. أيضا اختم الكلام على القضية الفلسطينية بأن مواقف الجزائر لن تتغير. طبعا لم يقل بأنه اتفق على هذا مع السيسي بخصوص الإجراءات وما إلى ذلك، وإنما ذكر كلام بأن مواقف الجزائر لم تتغير، لكن بناء على التصريحات السابقة شك كبير في أنك ربما بدأت تغير المواقف تجاه القضية أو حتى تتنازل ولا تستعمل الأدوات الكاملة وللضغط. لكن كان في شيء مش عارف هل مفيد غير مفيد أم لا. في كلمة تبون لما انتقل إلى الحديث على دول الجوار، قال في ما يحدث في الجوار فإحنا على توافق مع السيسي. هذا المقطع هو المنشور في الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، لكن التصريح الأصلي فيه جزء تم حذفه لست أدري لماذا. نسمع المقطع المحذوف من التصريح
بخصوص انتقال الرئيس من القضية الفلسطينية إلى الحديث عن دول الجوار؟ بالنسبة للشيء اللي صار اللي يجري في الجوار، أنا متفق مع كل ما جاء به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن كنا ناقشنا وتكلمنا في المواضيع هذه كلها. المقطع المحذوف من التصريح المباشر اللي تم في قصر الاتحادية لما انتقل الرئيس إلى الحديث على دول الجوار، الرئيس قال بالنسبة للذي يجري في الجوار، في دول الجوار. المقطع الذي حذف هو فيما يخص الذي يجري، يعني الرئيس تكلم عن الأحداث، لكن تم قطع المصطلح الذي يجري والإبقاء فقط على الجوار في دلالة مختلفة. وأنك تتكلم عن الجغرافيا، أنت الجغرافيا لا تتغير، لكن لماذا حذف مصطلح الأحداث التي تجري أو فيما يجري في دول الجوار؟ لماذا حذف هذا المقطع؟ الله أعلم. من حق الإعلام يسأل، سألوا مديرية الاتصال وسي كمال سيد السعيد وبالقائم، يعني وش العبقرية في حذف؟ لأن لما تقول أنت فيما يجري في دول الجوار فأنت تتحدث عن الأحداث الحالية، أما لما تقول على الجوار فأنت تتحدث بصفة عامة. ما يحدث الآن هو عمليات إبادة تحدث في السودان، ونعرف الدور المصري في السودان برعاية لبعض الدول الخليجية. ما يجري في ليبيا هو التصعيد اللي يقوم به حفتر المسنود من طرف مصر أولا. فأنت لما تغير ما يجري في دول الجوار فهو ما يجري في فلسطين، أم لما تحذف الجزء هذا غريب. أنتوا عارفين القضية الآن، القضية الفلسطينية مخدة جزء كبير من التغطية الإعلامية لأنه ضرورية ويعني أقل واجب، لكن بالمقابل أيضا في سكوت إعلامي عن ما يحدث في السودان اللي للأسف أحداث يعني كارثية وجرائم حرب كارثية ومتدخلة فيها الدول. مصر متهمة، دول خليجية، الإمارات، السعودية متهمين بأنهم يعني عندهم أدوار مشبوهة في السودان. لكن لماذا حذف هذا المقطع؟ الله أعلم. هل كان الحذف يعني لعدم القول بأن الرئيس تبون قال للسيسي بأنني على توافق معك فيما يحدث في دول الجوار، وهذا ما يتنافى تماما مع مواقف الجزائر لما تستقبل المنفي والسيسي لما يسند حفتر؟ الله أعلم. أو على الأقل في السودان ما يقوم تقوم به مصر من لعبة القط والفأر مع قوات الدعم السريع أو مع الجيش المصري، الجيش السوداني. لكن تبون يعود ويقول ويحدد طبيعة العلاقة بين الجزائر ومصر في قضية ليبيا والسودان بالطريقة التالية. ربما نبدأ بالجار اللي نشاركه احنا ومصر في الحدود تاعه، ليبيا الشقيقة. ليبيا الشقيقة، الموقف تاعنا لن يتغير، ان الحل ما يكون الا ليبي، والحل جذري هو في الانتخابات. الشرعية تاع الانتخابات هي اللي تخلي من يستفاد من الشرعية من التصويت تاع الشعب الليبي هو اللي قادر يسير ليبيا الى ان شاء الله. ما بالنسبة للسودان، تأسف كثير على ما يجري بين الأشقاء. أمور هذه صعبة جدا، لا في الدين تاعنا ولا في الأخلاق تاعنا ولا في. إذن بالنسبة لتبون في توافق مع مصر بخصوص القضية في ليبيا، أما بالنسبة للسودان فهو يتأسف. يعني وين تكون أمور يعني واضحة بشكل أنه في مجازر وفي أمور كثيرة فما تحدثش عليه، يتأسف. كنا تحدثنا في إحدى الحلقات بأنه يسير الجزائر بالمشاعر والأحاسيس، فيبدو أنه انتقل للدبلوماسية في الحديث عن المشاعر والأحاسيس، مش عارفين. لكن التوافق بينه وبين مصر غريب.
فما هي النقطة الأساسية اللي فيها توافق بين الرئيس الجزائري والرئيس تبون فيما يحدث في الجوار؟ نسمع منه. احنا ومصر دولتين لن تتدخل أبدا في بين أشقاء إلا للصلح، من غدي لا طرف ولا آخر، لأن الفتنة صعبة، فتنة أشد من القتل، والناس الذين يفتنون حسابهم عند الله فيما يخص السودان. ما رأيكم؟ حسابهم عند الله، فتنة أشد من القتل، إن شاء الله ربي يجيب الحل. هذه مصطلحات دبلوماسية يا جماعة، فهموا قولوا له باللي أنت راك رئيس دولة، دولة راح تعمل استعراض في 1 نوفمبر كي نظهر قوتها. شدي إن شاء الله الفتنة أشد من القتل، واللي داروا مشاكل في السودان الله يهديهم. هل هذه مواقف تستحق منك أن تنتقل من الجزائر إلى مصر وتلتقي بالرئيس المصري اللي تعبر عليها؟ لا أعتقد بأنها في أدبيات الدبلوماسية الجزائرية. ناهيك على أنه قال باللي إحنا ومصر اتفقنا على أنه الحلول تكون ليبيا ليبيا، سودانية سودانية، ولا نتدخل إلا للصلح. أو تنفي ما يحدث على الأرض؟ أنت اللي راك مشي الدبلوماسية بدعاوي الخير. أما السيسي ف ما أخذ فلوس من الخليج وبايع أسلحة الحفتر وحني أحداث كثيرة معروف، تواجدوا في السودان وقبضوا لأموال من لدعم الجهات اللي حاب يدعمها. فمش عارف كيفاش أنتم لا تتدخلون إلا للصلح. هذا ما على الواقع ما كانش، يعني السيسي لو كان يعني ما كانش شاد في عقله كان ممكن يضحك لما تقول له بلي أنا اتفقت مع السيسي بلي ما ندخلوش في ليبيا إلا للصلح. ما هو حفتر أيه من أين يستمد الدعم اللوجستي والمالي؟ غريب ما يقوله تبون، يظهر بأن إما مش عارف السياسة الخارجية أو مش عارف حتى يمرر الرسائل. لا يمكن أن تقول بأنك أنت ومع مصر اتفقتم على أن لا تتدخلوا إلا للصلح. يعني شيء ما غريب في تصريحات هو اللي بادي يميل إلى خيارات مصر وليس العكس. لكن على الأقل نسجل له نقاط قوية كان سجلها الرئيس تبون، ربما قوية، مثل هذه النقطة التي يؤكد فيها بأننا لسنا أغبياء. فيما يخص الأمور الأخرى التي تتعلق باستراتيجية عامة المنطقة وغير المنطقة، احنا ما ناش أغبياء، احنا عارفين ماذا يجري في المنطقة وما هي الرغبات نتاع البعض، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. ان شاء الله تجري الرياح بما تشتهي سفنهم ان شاء الله. لسنا أغبياء، على بالنا وش راه يصرى في الواقع وكذا، وان شاء الله وش هو الحل؟ أوكي لست غبيا وتعرف ما يحدث. وش هو الحل؟ الحل الدعاء. لسنا إن شاء الله يعني لا تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم وما إلى ذلك. هل هذه مواقف دبلوماسية؟ هل وجود الجزائر في مصر في هذا الظرف بالذات في هذا التوقيت بالذات بناء على ما صرح به الرئيس تبون هو يمثل وزن الجزائر؟ يمثل دفاع على مصالح الجزائر ومبادئ الجزائر؟ اللي يقرأ التصريح العام يحس بليونة في المواقف الدبلوماسية، يحس باللي فلسطين عليا وفتحونا الحدود ومن طبع وهرولة وكذا، هذه المواقف الكل تم محوها بما يوحي بأن الرئيس تبون متجه للتماهي مع المواقف المصرية في بعض النقاط. هذا مخيف وربما يطرح أكثر من تساؤل. الرئيس تبون، القضية الفلسطينية، احنا في الدبلوماسية في الأمور الخارجية عندنا جملة لاصقة مع بعضها، يعني احنا نقول مع إنهاء الاحتلال في العالم والقضيتين العادلتين، القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. فانتبهوا،
إذا الرئيس تبون مستعد تنازل في القضية الفلسطينية فلكم أن تتوقعوا ما يمكن أن يقوم به في القضية الصحراوية، لأنه هذه من ركائز الدبلوماسية الجزائرية. لم تكن قادرا على قول خشن في القضية لإظهار المبادئ، ما تروحش سيدي لمصر، تروح وتبدأ بالقضايا الاقتصادية، تروح وتقول مانيش غبي. لكن السيسي كلخلك، ونعطيكم الدليل بأن الرئيس السيسي يعني تحتمت اليوم نهضروا عليه، يعني عارف وش راح حاب، لا يغير مواقفه من القضية الفلسطينية، تعرفون كل ما يقوم به. ولكن الرئيس الجزائري جاء اللي كان قال في الحملة الانتخابية افتحوا لنا الحدود، وجلس مع الرئيس السيسي اللي كان سمعوا باللي قالوا له كان يفتحوا لنا الحدود، لكن كي جلسوا مع بعض تبوا ما قالوش افتح الحدود، وهو لم يرد. لكن السيسي ما هوش غبي بين قوسين، السيسي كان سمع باللي الرئيس تبون قال له افتح لنا الحدود، ولم يذكر هذا ولم يذكر له تبون. لكن في نفس الحملة الانتخابية وفي نفس اليوم وفي نفس القاعة كاينه حاجة واحدة سمعها السيسي، وهذيك الحاجة هي اللي خلاته يستقبل تبون، وهذيك الحاجة هي اللي خلات أن الملف الاقتصادي هو الأساسي. ومن بعد قولوا ايش حبيت الرئيس تبون. اسمعوا ما سمعه السيسي في نفس الجلسة في نفس اليوم اللي كان تعنتر فيه تبون وقال افتحوا لنا الحدود. نواصل في بناء سكنات في العهدة هذه إن شاء الله، نزيدوا 2 مليون سكن إن شاء الله، كل أصناف تاعو، وبالأخص سكن الريفي والسكن الاجتماعي. إذن هذا ما سمعه السيسي وما حفظه السيسي، بأن الرئيس تبون قد وعد الجزائريين بأنه سيبني 2 مليون سكن، وهذا هو سبب الزيارة، وهذا هو سبب أن يكون الموضوع الاقتصادي أساسي. وعندما تراجعون تصريح الرئيس تبون، لأننا عرضنا عليكم بعض المقاطع، ستجدون بأنه ركز على قطاع السكن وتحدث على أنه أعطى الضوء الأخضر لوزير السكن ليتعامل مع الشركات المصرية في بناء السكنات في الجزائر، وذكر حتى شركة المقاولين العرب بالاسم. وبالتالي السيسي سجل يعني هدفه كاملا على الرئيس تبون بأن حور أو جعل محور الأساسي للزيارة هو افتكاك تصريح رسمي من الرئيس تبون الذي كان يقول بأن السكن في الجزائر أصبح جزائري 100% وبأيادي جزائرية. استطاع السيسي أن يفتك منه نصيبا للشركات المصرية في بناء 2 مليون. والسيسي نفسه كان يعرف بأنه في نفس الحملة الانتخابية وفي نفس القاعة وقبل الحديث على 2 مليون سكن، كان الرئيس تبون قد تكلم عن استعداده لمساعدة غزة وضرورة فتح الحدود. لكن السيسي يعرف الكلام الموجه للاستهلاك ويعرف الكلام الذي يساوي دولارات. فمن كان المستفيد من هذه الزيارة؟ وهل يمكن أن نتوقع مزيدا من تنازلات الرئيس تبون في المرحلة القادمة؟ تصبحون على غد أفضل.